اسمي عبد الله العبسي، انا مدير اعمال ومصرفي. دوري موجه طبعا عشان اساعد وارشد الطلبة والمشاركين بأفضل طريقة، يعني من خبرتي، عشان ان يوصلون مشاريعهم للنجاح ان شاء الله. انضميت حق مشروعي لان مشروعي مبادرة من تمكين بتشجع الشباب وتساعدهم ان يبتدون يبدعون في افكار ومشاريع ويتشجعون انه يخوضون مجال الاعمال ويكونون جزء منتج في الاقتصاد البحريني. أنا خلفيتي طبعاً بدأت من دراستي بكالوريوس في الأعمال المصرفية من جامعة البحرين، وهم عندي Certified Management Accountant، عندي 10 سنوات خبرة في القطاع المصرفي، متخصص في مجال علاقات مع الشركات، بالإضافة إلى هالشيء لي خبرة متواضعة خلينا نقول لمدة 3 سنوات في إدارة الأعمال، أعمال الخاصة. أمل من هالمسابقة أن نوعي جيل الشباب ويكون مندفع أكثر ومبدع أكثر وما يتردد على مجال الأعمال ويخوضه ثقة، في نفس الوقت يكون معد وجاهز لخوض التجربة. لأن فرصة ممتازة لهم للشباب أن يكون التدريب والتوجيه على أداء خطة العمل وتطبيقها تحت يد خبراء، حتى لو ما توفقوا ونجحوا في المشروع في النهاية بيستفيدوا من التجربة، بيستفيدوا من التدريب والتوجيه.